مباراة الجيش بكرة يمكن كنت بتكلم يا كابتن في انه دلوقتي الجيش مش في افضل حالاته، 12 نقطة بس بعد 13 جولة، لكن برضو ده طلع الجيش اللي كان في نهائي كاس مصر مع النادي الاهلي، طبعا ده طلع الجيش اللي خرج الزمالك وبيراميدز من الكاس، فريق قوي، واي فريق قدام النادي الاهلي بيظهر بافضل ما عنده وبيضاعف قوته. شايف ازاي بكرة ممكن تكون المباراة فنيا بين الاهلي والجيش؟ بصي، هو زي ما حضرتك قلتي قصة ان اي نادي في الوسط او في بعد الاهلي، يعني الماتشات ده بيبقى مهم جدا بالنسبه للعيبه، بالنسبه للجهاز عايز يبين نفسه. طلع الجيش بدا الموسم بدايه مش موفقه خالص، اتغير جه كابتن عبد الحميد من ساعه ما جه بتهيألي والدنيا اتحسنت، نتائجها اتحسنت للافضل يعني، لكن في الاول وفي الاخر هم فرقه كويسه، في عناصر مميزه في نادي الجيش، تقدر لو انت ما ركزتلهاش كويس تقدر تضايقك في المباراه يعني. فان شاء الله يعني يبقى المكسب للاهلي ان شاء الله باذن الله، وماتش مع ماتش الدنيا ترجع تاني وترجع اول تاني ان شاء الله باذن الله.